الاهلي يتفوق على سيمبا لاعبا ونتيجه ويفوز عليه 1-0 بهدف لمحمد شريف في الشوط الاول. كابتن علاء، شوط متميز للنادي الاهلي وسيطره من بدايه المباراه، ويمكن قدرنا نترجمها بعد فرصه ضايعه لمحمد شريف، ولكن قدر يترجم الفرصه الثانيه لهدف. هو شوط مفتوح، يعني ما فيش حذر ولا من هنا ولا من هنا. صحيح، زي ما توقعنا في الاستوديو ان المباراه منتهيه تماما، يعني مش هتاثر في حاجه عشان كان الفريقين بيلعبوا لعب مفتوح. لكن النادي الاهلي شكله احسن، انتشاره احسن، لعبته بيلاقوا بعض كويس قوي، المساحات بيعرفوا يوجدوها كويس. يمكن محمد شريف ضيع فرصه يمكن اسهل من الهدف اللي جابه اكروباتي شويه، لكن الفرصه اللي ضيعها سهله جدا. لكن هو بيحاول دايما على الجول، بيحاول يزلق يعني نفسه فرص وكده. و1-0 نتيجه منطقيه جدا. يمكن سيمبا ضيعت فرصه واحده بس، واللي كان برضه اختراق من العمق، لكن الشكل العام نادي الاهلي احسن، استحواذه احسن. يمكن عجبنا احمد رمضان النهارده، هو اللي كان بيتقدم اكتر كمان من ايمن. ماشي كويس في 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 في, في اداء وظيفته يعني. لكن سيمبا مش الفريق الخطر، يمكن بس بعد الهدف تحس ان سيمبا بيلعب يعني في تحرر شويه، بدا يعني يعمل عليك ضغط هجومي. لكن لازم النادي الاهلي شوط ان شاء الله الشوط الثاني يدور على الهدف الثاني وبسرعه. انت اتكلمت عن بيكهام، اعتقد كمان ان هو محتاج مساعده شويه من حسين الشحات. لكن هو اللي عاجبني في احمد رمضان كمان هو عنده ثقه في نفسه وجرأة، قراراته مفيش مشكله، شايط واحده كويسه قوي النهارده. صحيح. لكن يعني مش قلقان من المكان، مش خايف، شخصيته موجوده في الملعب، ودي على فكره حاجه كويسه جدا. الجونيور لازم يتحرك اكتر من كده شويه، هو حته الاصابه دي كمان، لان واضح ان الجونيور كمان حته اجهاد جامده جدا عليه. يمكن كنا بنفضل بعض اللعيبه يريحوا، كان عادل بيتكلم في الموضوع ده. لكن برضه هي انت عايز تكسب مباراه ايمن، وعايز يبقى الشكل كويس، فبتضطر بتلعب اللعيبه اللي هي على طول موجوده في الملعب. اتمنى تبقى اصابه خفيفه، لكن شوط يستحق النادي الاهلي الفوز فيه. صحيح. كابتن اسامه، فوز منطقي ونتيجه طبيعيه اللي حصل الشوط الاول. مظبوط، يعني هو سيمبا ابتدى كويس قوي اول 10 دقائق، النادي الاهلي ما كانش يلاقي نفسه فيهم. ما كانش ليهم خطورة على الشناوي كبيرة، لكن تحس ان هم كانوا مسيطرين وحيويتهم كانت اكتر. بعد كده بعد العشر دقايق الاولى النادي الاهلي سيطر على الشوط كله، ابتدت الامور تبقى احسن في السيطرة، في تحرر، وبالذات يمكن علاء اتكلم فيها، بيكم عامل شوط كويس والجنب عنده مفتوح وهو منطلق، يعني حسين بيخش كتير جوه للعمق، بيسيب الطرف كتير، فواخده بيكم وعمل اكتر من كره خطر، منهم كره عرضيه للشريف وتسديده، ويعني عامل شغل كويس حتى دفاعيا، تحس ان هو حيوي يعني، عشان كده الجنب اليمين شغال اكتر شويه من الجنب الشمال. اجاييه زي ما اتكلمنا انه في تعب، وواضح انه هيتغير، عنده شد تقريبا في الخلفيه. قفشه برده بيتحرك كويس، بينقل كويس، وان كان مش في احسن حالاته، لكن في حركة وفي خطورة في الجزء الأمامي. شريف عامل شغل كويس برضو، لكن الجنب زي ما قلت لك اليمين هو اللي عاجبني أكتر من الناحية الشمال، يعني جنب اليمين متحرك أكتر بسبب بيكم. يعني الاستحواذ طبعا كان للنادي الاهلي الشوط الاولاني، والسيطره كانت للنادي الاهلي الشوط الاولاني. ايه اللي هيحصل الشوط الثاني ان شاء الله؟ ده اللي هنعرفه مع كابتننا الكبير كابتن احمد بلال، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن احمد، شفنا الاستحواذ والسيطره النادي الاهلي الشوط الاولاني، شفنا ترجمه زي ما قلنا مع الكابتن علاء، ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ بس طبعا الاهلي الشوط الاول ابتدى ضغط بشكل كويس، استغل الفرص، الكرات في دقه النهارده في التمريرات، في دقه في الباص، في الكرات العرضيه فيها دقه. برضه هنقول لولا استغلال، يعني لو في استغلال للفرص بشكل جيد كان ممكن الشوط الاول يخرج بنتيجه 2-0. في فرصه ضايعه من محمد شريف الكره العرضيه، في فرصه ضايعه من رامي ربيعه برضو الكره العرضيه، في زياده عدديه للنادي الاهلي داخل ال 18، ودي مخليه ليك وجود وليك بصمه وليك خطوره على فريق سيمبا. الشوط الثاني لابد من النادي الاهلي يواصل بنفس الشكل، ضغط اكتر، استحواذ بشكل جيد، لازم يبقى في برضو شويه تحرك من عمرو السوليه في نص ملعب بشكل افضل من كده بكتير، هيفرق مع النادي الاهلي تحرك عمرو السوليه بشكل كبير جدا، لازم يبقى موجود في بعض الاماكن. يعني انت في بعض الوقت بتبقى محتاج ان قفشه يبقى هو راس الحربه الثاني، تمام؟ عمرو السوليه لازم يكمل، لازم يزود في الحته دي، وفي نفس الوقت لازم برضو يؤدي الدور الدفاعي بشكل سريع، لان في هجمات تبقى مرتده خطر شويه لفرقه سيمبا، بسبب ان ديانج في بعض الاوقات بيبقى لوحده، وعمرو السوليه بيبقى
لسه مكمل في الحته الاماميه بعيد شوية. فانا بشوف النادي الاهلي لو واصل الضغط على فرقه سامبا الشوط الاول، لو قدر يستغل الكرات العرضيه بشكل جيد، لو قدر يبقى فيه يبقى قفشه يشتغل في الحته اللي ما بين السردباكات وما بين لاعبي نص الملعب الميد فيلدرز بتوع سيمبا، قدر يشتغل في الحته دي بشكل كويس ويستغل سرعه محمد شريف، الاهلي ممكن يسجل الشوط الثاني هدفين او ثلاثه باذن الله. كابتن عادل، ازاي هيفكر مستر ديدي جوميز الشوط الثاني، وهيقابله نفس التفكير ازاي مستر موسيماني عشان يقدر يكمل ويحقق في النهايه الانتصار والفوز؟ هو المباراه مفتوحه، يعني سيمبا بيلعب مباراه مفتوحه من البدايه، بيعمل ضغط عالي، كان ناجح في بعض الفترات انه يقفل، يعني يقفل تحضير النادي الاهلي. النادي الاهلي عندنا مشكله في الاستلام في المنطقه اللي قدام ال 18، في تمرير كتير بس بيطلع على الاطراف. لازم الحاجات اللي في القلب دي لازم نهتم بيها اكتر، لازم حسين يبدا يشتغل من جوه اكتر، لازم لو طاهر نزل لازم يبقى يستلم من جوه اكتر، لان هي دي الاماكن اللي هتعرف تخليك تلعب على الاطراف وتعرف تخليك تلعب في العمق. وحسين، هو حسين، ما انا قلت حسين وطاهر وقفشه. انا شايف ان احنا خسرنا الشوط الاولاني جونيور، رايي ان السوليه لازم يخرج ونزل اكرم توفيق، لان انت ممكن تخسر حد من اثنين لاعبين نص الملعب، لان انت كمان عندك حمدي مش موجود. فانا شايف ان المباراه انت واخد الهدف منها، لازم تبدا تدخل دم جديد عشان ما تخسرش ناس الفتره الجايه. لازم دي نحطها قدام عينينا، هي بعيد خالص عن اللقاء الفنيات، ولكن دي نقطه مهمه جدا. ممكن نسجل اكتر، ولكن لازم نلعب من جوه، لازم نلعب كوره جوه الملعب كتير عشان تعرف تخرجها بره الملعب تاني. وهيستمر ضغط النادي الاهلي برده في الشوط الثاني من قدام ولا هينزل؟ بالك النادي الاهلي بعد اول ثلث ساعه النادي الاهلي بيلعب زوم، يعني بعد الهدف بعد دقيقه 32 الاهلي بيلعب زوم من نص الملعب، وده منطقي لان انت بتحافظ على مجهودك وفي نفس الوقت بتسيب مساحات في ظهر سيمبا، وده منطقي جدا. في اخر الشوط الاول في الدقيقه من الدقيقه 32 الاهلي بيلعب زون، وده مش عيب، الفرقه بتحضر بشكل كويس جدا. انا ممكن اقدر اقف العب زون واقطع والعب في ظهرهم، بس ده اللي هيكمل عليه مستر موسيماني الشوط الثاني كله. وارد 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 وارد, وارد. وانا شايف انه منطقي لان الفرقه بتحضر كويس، لو انت بتلعب تضغط عليها عالي بيطلعوا بالكره كويس جدا. فانا شايف عادي يلعب زون ويبدا يشتغل على السرعات، في عندك سرعات طاهر، سرعات محمد شريف، ما تخسرش برده محمد شريف. ممكن يبقى في بدائل الشوط الثاني غير طاهر؟ لازم اكيد وليد سليمان هيبقى ليه دور، اكيد اكيد اعتقد ممكن برده صلاح محسن يبقى ليه دور، وانا شايف ان اكرم ممكن، اكرم لازم ينزل مكان سليا، لان انت ممكن تخسر حد من اثنين لعيبه نص الملعب. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني باذن الله، وان شاء الله نبارك لبعض بعد نهايه احداث المباراه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.